اجتهادات كثيرة جدا فيما يخص المدير الفني للنادي الأهلي. والحقيقة يعني أنا لو أتذكر، ويمكن بقى حضراتكم اللي كنتوا بتكتبوا هذا الكلام، وأنا بتذكر مثلا على أيام فايلر لما كان مدير فني، الناس كلها كانت ماشية في اتجاه، والاجتهادات كانت ماشية في اتجاه، ثم فوجئنا باختيار مفاجئ للجميع. باختيار يمكن قبل فايلر ما يجي بيوم تقريبا، يوميها بالليل طبعا، لأنه بقى أصبح الدنيا واضحة لبعض الناس فاتقال. انا شايف اجتهادات كتيرة جدا طبيعي جدا بتنصحوا. لا طبيعي، انا ما بقولش على الاجتهادات، لا يعني هي الاجتهادات طبيعية طبعا، بس برضو طبيعي جدا انه النادي الاهلي كمؤسسة والكل يعلم هذا، انت بتفاجأ في يوم في يوم وصول المدرب ان المدرب جه، وممكن يبقى عكس كل التوقعات وكل التكهنات. حقيقي ده حقيقي. ليه بقى؟ لانه الشغل او منظومة العمل قائمة برضو اساسا على ان الاختيارات بتتم او المناقشات بتتم بما يشبه السريه شويه. اوكي. ليه انت لا مش بما يشبه، هي سريه. هي سريه طبعا، بس انا بخففها شويه. خلي بالك هي لما بتطلع عارف بتطلع منين؟ ما بتطلعش من النادي. لا عارف بتطلع منين؟ منين؟ من الجانب الفني الاخر. من الجانب الفني يا اما وكيل الاعمال المدرب، يا اما يعني لو انا مثلا بتكلم مع استاذ محمود صبري ووكيله جمال الزهيري، استاذ جمال الزهيري، انا اقول بقى انا فانت طبعا طبعا بيقول ما انا الاهلي كلمني والاهلي عملني ماشي، وده امر مش هتقدر. ده طبيعي. لا طبيعي طبيعي، لانه هو في يوم من الايام خلاص انت هتختار مدرب وهيجي. بس هو المشكله ان النادي الاهلي ما هو بيكلم الاستاذ جمال وبيكلم الاستاذ محمود وبيكلم الاستاذ اسلام وبيكلم الاستاذ علي، وفي الاخر المواصفات بتنطبق على بالظبط واحد. فبيجيبه. ان الاهلي كان بيجيب المدرب يقعد معاه في القاهره وما اتفقش ويمشي، ما حدش كان يعرف بالظبط يعني كده. خدنا فتره صح جوزيه يعني، لا يعني الاهلي جاب كده. يعني جاب اكتر من حد، جاب حد من هولندا وحد من الارجنتين وجم وحضر وقعدوا، ما حدش خد باله والناس ما اتفقش. لا بس الامور مختلفه دلوقتي يا استاذ محمود، دلوقتي ممكن واحد وهو ماشي مثلا يعني قاعدين في مكان ما مثلا او في اي اوتيل، واحد معدي كده وجاي لقط الموضوع خلصت. فاكر اول مره جه جوزيه دلوقتي المسائل ايه؟ اول مره جه جوزيه محمود، اول مره النادي الاهلي يتعاقد مع جوزيه. انا عرفت قبلها بيوم او يومين من واحد، بس خفت اكتب. ما هو ما ينفعش. ليه بقى؟ خفت اكتب ليه؟ لان انا مش عايز، انا عارف ان ممكن يحصل مفاجاه. صديقي تونسي اسمه زفر الله المؤذن بيشتغل في الدوحه في جريده الرايه، لقيته اتصل بيا وقال لي على فكره النادي الاهلي خلص، هو عارف برضو عن طريق وكيل او حاجه البرتغاليه الاسبانيه والبرتغاليه، لو كان وكيله عراقي. ايوه وكيله عراقي اصلا. قال لي هيجي المدرب بتاع الاهلي الجديد اسمه مانويل، جوزيه مانويل. اوكي. وايامها يعني انا قلت ايه ده بيقول اي كلام. خفت اكتب مع ان كان ممكن يبقى انفراد وخلاص، اقول عالمه الاخبار ولا اي حاجه. اي حاجه. لكن خفت اكتبها خالص. ليه؟ لاني عارف ان ممكن ان تاني يوم كل حاجه تتغير. لا وممكن لو فجأة. انا اكدت. لا ده مدرسه مختلفه. احنا شفنا معاه يعني ما حدش شافه، مع كامل احترامي للزملاء اللي موجودين حاليا. نعم. يا جماعه في فترات اللي لا الفتره بتاعتكم الاولانيه دي، من يعني من اللي انا حضرته من 92 95 96 لغايه الفتره اللي ما توغلت فيها السوشيال ميديا في الاخر 10 سنين. لا قبل كده كمان الثمانينات صعب. لا الثمانينات دي صعب جدا ان انت تاخد معلومه من النادي الاهلي او تطلع يعني تخيل. ايوه بس خلي بالك دلوقتي الوضع مختلف. لا خلينا نقول دلوقتي عايز اقول لك على حاجه يا كابتن سيد، دلوقتي كمان المواطنين بقوا صحفيين. أيوة. يعني اللي قاعد في المطار ما أنا بيتفرج على فكره، اللي قاعد في المطار منتظر شايف يا استاذ محمود. هو دلوقتي انا مثلا امير توفيق جاب جمال الزهيري وقاعد معاه في اكتر مكان سري في مصر. خلاص وده بقى ما فيش مكان سري بس يعني المطار وعلي معدي من بره واخد الصوره وشكرا. ما الناس كلها هتبقى عارفه مين جمال الزهيري ومين امير توفيق. لا طبعا لا الوضع وفي ثانيه هتلاقي كل حاجه. انا عايز بس عشان نبين الحاله كانت ازاي، الحاله السريه. طبعا اجتماع مثلا اتحاد الكوره او مجلس اداره الاهلي ما كانش بيتعرف عنه حاجه غير تاني يوم. طبعا اللي هو في الجورنان. يعني ما هو ما كانش فيه بقى هي وسائل خلاص بقى وسائل المعارف. لا الوضع اختلف. الوضع اختلف. اذا خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل في موضوع المدير الفني. بالظبط. وانا من رايي ان كلها اجتهادات يا كلها اجتهادات. واجتهادات مش من جوه، اجتهادات من الدايرة. بص انت حجم السيفيهات اللي اترمت من وكلاء اللاعبين، برضه وكلاء اللاعبين لهم دور دلوقتي، كل واحد عنده اتصال بمجموعه يرمي اللي هو عايزه ويقول. الاهلي بيبحث
عن صفات مهمة جدا في نقاط واحد اتنين. هو ده اللي ممكن نتكلم فيه بقى يا استاذ محمود نقاط. ما هي الصفات؟ طبعا الاهلي اكيد بيدور على مدرب عنده اهتمام بصناعه الفريق نفسه. أوكي. يعني ايه الشغل على عناصر الشباب، تطوير اداء الفريق، الشغل الفني ازاي هيطور، ازاي هيزود، ليه؟ لانك انت عندك عناصر موجوده في الفرقه حاليا بامانه شديده الجمهور والناس كان عندها معتقد انها هتبقى في جزئيه تانية، يعني هتبقى في نقله في مرحله تانية خالص. فجأة في بعض المباريات لعيبه مش عارفه تقف في الملعب، في حاله ارتباك واضحه غير مفهومه. ده يدفع ثمنها مين؟ يدفع منها ثمنها الفريق في المباراه اللي انت شايفها. اكيد في التفكير مدرب شاب عنده شغل واضح وتشاف انه يقدر يقدم لك الحاجه اللي انت عايزها. عنده مرونه تكتيكيه ويقدر شايف ويقدر يعمل لك ايه مشاكل، هيساعدك في ايه، طب هيجيب لك ايه، هيطور لك في ايه،